الدجاج يبيض ولا ايوه هذا الانسان ايوه. لا لا في سؤال والله اتحدى احد منكم يجاوبه. من اللي جاء قبل البيضه ولا الدجاج؟ البيضه. كيف؟ الدجاج. لا البيضه. اذكر السبب في اذكر السبب في الاقاليم التاليه. شو؟ اذكر السبب في الاقاليم التاليه. الاقاليم؟ الاقاليم التاليه، تذكر ايام اختبارات ما كان يجي المقالي يقول لك اذكر السبب في الاقاليم التاليه. ما ابي اذكر. يختلف مصطلحات عن مصطلحات. طيب المصطلح ترى على حسب المعلم اللي يكتب الاسئله يكتب طيب مصطلحات على كيفه. السبب في الاقاليم التاليه. الاقاليم مش قصدك فيها اول شيء؟ الاقاليم لا الاقاليم فيها ترى اقاليم زي الدول هذه الجزر. لا هو ترى في قال بعد في جزر ثاني يقول اقاليم. يا قلبي يا روحي سالتك سؤال يقول من اللي جاء قبل البيضه ولا الدجاجه؟ اذكر السبب في الاقاليم التالي بس. لا لا اذكر الاقاليم. اذكر السبب. طيب الاقاليم مش قصدك فيها؟ خلاص اذكر السبب خلاص كفنا. اذكر السبب ها يلا. شلون؟ لان الدجاجه كانت بيضه. ها صدق؟ مو جواب؟ طيب الدجاجه كانت بيضه والبيضه كانت من الدجاجه. ايه طالع من الدجاجه. الدجاجه من البيضه طالع. شغل عقلك. طيب شغل عقلك. انا مشغل عقلي. من اول طلع البيض ولا الدجاج؟ ايوه البيض. كيف طيب؟ من الدجاجة. وكيف جت الدجاجة دي؟ لأنها طلعت هي بعد من الدجاجة. صدق. أعطيكم الإجابة. يا الله يا رب ربي رزقني بأخويا أغبياء الله يجعلهم أذكياء يا رب يا رب يا رب عشان تنجحوا. وجعلنا من كل شيء ذا زوجين. الآية بمعنى ما بخرف الآية. وجعلنا من الماء كل شيء. لا 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 لا. زوجين اثنين في قصة نبي الله نوح جعلناكم شعوبا وقبائل ناخذ من كل دابة زوجين صحيح فمن ضمنهم الدجاج والديك. طيب وقتها خلاص بدت الحياة حتى ال طيب قبل طيب قبل ها الدجاجة قلنا لك خلقت لا هو اخذ من كل اثنين أوكي زوجين اوكي على اخذ على طول يعني في السفينه عليه الصلاه والسلام ايوه فهذا هذا واحد جابني قال كذا السفينه انت ليش تمسك كلام الناس وتمشي تدربي راسك وراها لا 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 بس صدق لو تفكر فيها نوح عليه السلام إيه؟ ما اخذ كل شيء زوجين صح ولا لا؟ الله خذ الدجاجه والديك الله فهمت؟ الدجاجه وش كانت؟ ديك لا وش كانت؟ قبل لا ياخذها نوح ما ادري كانوا على طول موجودين كانت بيضة يعني خلقت على طول وكانت دجاجة؟ لا كانت بيضة والله؟ لا تسأل سؤال وانت ما تعرفه يعني نستنبط من هذا الموضوع ايش؟ ان البيض قبل الدجاج طيب عندي سؤال ما فكر دايم لا 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 فكر خارج المربع لا 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 ما حشرت لكن يا سأل وين حشر وش ذا؟ المفروض اني المفروض اني فكرت فيها قبل لكن والله ما تمشون بدي امشوا خذوا دي اسمع